عملية استخلاص منتجات الألبان وصناعتها مرت بمراحل تطورية كثيرة، فما نستهلكه بصورة يومية من منتجات الأجبان والألبان يقوم على صناعة تمضي في خطوات علمية دقيقة. تأخذنا فاطمة الحاتمية ضابط تطوير المنتجات في رحلة نتعرف فيها على هذه التفاصيل. وظيفتي في شركة مزون هي ضابط تطوير المنتجات. كل يوم أبدأ يومي أولاً بالأعمال المكتبية، أشيك على الإيميلات، أشيك على التقارير والجداول. بعد ذلك ننتقل إلى غرفة الاجتماعات، نقوم في غرفة الاجتماعات بمناقشة بعض من الشكاوي التي تصل من المستهلكين ونقوم بمعالجتها. كذلك نعرض خطط تطوير منتج جديد، تطوير شكل منتج أو إطلاق منتج جديد في السوق. تعمل فاطمة بين الحين والآخر في مكتب بين الأوراق والمستندات وعلى شاشة الحاسوب، تبحث عن معلومة وتتأكد من أخرى، تفكر في تطوير منتج جديد، وتتواصل مع بقية الأقسام والإدارات في عمل دؤوب لإيصال كل فقرة بتابعتها ليكتمل المشهد الجميل في مصنع الألبان. أن عقلان يفكران خير من عقل يفكر منفرداً، وإن 10 أشخاص يساهمون في علاج مشكلة ما أفضل مما يفعل شخص واحد بنفسه. هذه هي الفكرة التي تؤمن بها فاطمة وفريق عملها، فهم في اجتماعات دائمة للمناقشة والحديث وتبادل الأفكار والخبرات والمهارات، وكل ذلك في سبيل الوصول لأفضل منتجات ممكنة. الخبرات الإنسانية المتراكمة في مجال الألبان جعلتنا نصل إلى مرحلة نقيس فيها الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمنتجات، فلم تعد الملاحظة بالشم والتذوق والرؤية كافية للتأكد من سلامة المنتج وفائدته الغذائية، إذ لابد من أجهزة متطورة وتقنيات حديثة وخبرات موثوقة لتقوم بهذا الدور. فكل منتج له صفاته القياسية التي لا بد أن تتوفر فيه، فهو لن يصل إلى الأسواق في حالته الناقصة. نقوم بتجميع العينات من مختلف خطوط الإنتاج، ثم نأتي بها هنا في هذا المختبر. في هذا المختبر نفحص جميع الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمنتج، من حيث نسبة البروتين، نسبة الدهون، نسبة المواد الصلبة الدهنية واللا دهنية. عندنا جهاز الميلكوسكان، هذا الجهاز يفحص جميع الخصائص الكيميائية والفيزيائية، نسبة الفات، نسبة المواد الصلبة أيضا، نسبة البروتين، نسبة اللاكتوز، الفركتوز، الأسيديتي، وخلوها أيضا من المواد المهدرة. في هذا العالم هناك كائنات لا يمكننا رؤيتها بالعين المجردة، أخبرنا عن وجودها العلم، قد تكون مفيدة أحياناً ومضرة في أحيان أخرى. فما هذه الكائنات الدقيقة وما خصائصها؟ وكيف نتأكد من وجودها في منتجات الألبان؟ أخبرنا فاطمة عن الأجهزة التي تستخدمها لهذا الغرض، وهو دور أساسي من أدوارها اليومية. أيضاً من مهام عملي اليومية فحص جميع المنتجات والتأكد من سلامتها وخلوها من البكتيريا الضارة أو العفن.
عملية تطوير المنتجات لا تعني المادة المنتجة فقط، إنما تمتد لتشمل طريقة التعبئة والتغليف والتعليب. فشكل العلبة ولونها والمادة المصنوعة منها وقدرتها الاستيعابية تفاصيل لا تأتي جزافاً، إنما بطريقة علمية منهجية مدروسة، فهي دائرة متكاملة من العناصر، فكل عنصر له دوره الذي يؤديه للوصول إلى المنتج النهائي الذي نراه على أرفف الأسواق والمحال التجارية. في هذا المختبر نقوم بفحص المواد التي تستخدم في عملية التغليف والتخزين وكذلك التعبئة. هنا نراعي طبيعة المنتج على تحمل الحرارة، سواء كانت الحرارة العالية أو المنخفضة، وكذلك تأثير الضوء، الرطوبة، وأيضا أماكن التغليف. كل يوم هو صفحة جديدة في كتاب أيامنا، نخط فيها ما نستطيع وما نأمل، ثم نقلبها للنظر لصفحة الغد التي أعددنا لها مسبقاً، تحمل لنا مفاجآت لم نكن نتوقعها. كذلك هو الحال مع فاطمة التي تغلق باب هذا اليوم بعد تفاصيل شيقة عشناها معها، راجين لها غداً مشرقاً مسهراً.